أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالكم بأحسن القبول. طيب، ما زلنا في موضوع الخمس، وفي هذه الليلة سأنتقل إلى عنوان آخر، أن الشخص الذي لم يسبق له أن خمس وقد مرت عليه سنوات عديدة منذ سن التكليف، ولربما كان موظفاً لسنوات عديدة أو يعمل في التجارة أو غير ذلك ولم يسبق له أن خمس، فماذا يفعل؟ لم أخمس من قبل فماذا أفعل؟ قد تمر على المكلف سنوات دون أن يقوم بوظيفته الشرعية بخصوص الخمس، وقرر الآن أن يبدأ بالخمس، فماذا يفعل؟ يسأل سيد فضل الله هذا السؤال، طبعا مع الالتفات إلى ما ذكرته في بداية البحث قبل أسابيع، بأن عندنا حالتين: حالة الشخص الذي يعمل وعنده مدخول من هذا العمل، وحالة الشخص الذي لا يعمل، قد يكون عنده أموال من خلال الهبة، هدية، الزوج يعطي لزوجته وهكذا دون أن يعمل. فعندنا حالتين وكل واحد تكليفه مختلف. سؤال: كيف ينبغي التعامل وفق الأصول الشرعية مع من يريد أن يخمس لأول مرة في حياته بعد أن بنى داراً وتاجر وربح الكثير وما إلى هنالك؟ بمعنى أن هذا الشخص من القسم الذي يعمل وله مدخول لأنه يشتغل بالتجارة، فعنده عمل ومدخول إلى آخره، وسنوات ما خمس، الحين عنده بيت، عنده سيارة، عنده أغراض، لربما كان مدخر أموال خلال سنوات السابقة ودخلت في التجارة وهكذا. الجواب يأتي هكذا: لابد أن يحاسب نفسه عما سبق بإخراج الخمس عن كل ما تعلق به من أموال نقدية وأعيان لم تكن من مؤنة سنة الحصول عليها ورؤوس أموال التجارة. طيب، هذه هي القاعدة، بمعنى أن عدم تخميس السنوات اللي فاتت لا يعفيه من مسؤوليته تجاه تلك السنوات. هو كان عليه خمس، فعليه أن يراجع نفسه في كل سنة ماذا ادخر، في كل سنة ماذا مر عليه الحول وبعدين ما خمسه، يراجع حساباته ويسجل كل هذا ويخرج خمس ما بذمته عن السنوات السابقة. ويمكن أن يتخذ من الآن فصاعدا يوما للخمس يخمس فيه الأرباح الموجودة. الآن للي جاي من الآن قرر هو، خلي عين له يوم يصير راس سنته ويعتمد هذا اليوم إن في كل سنة في هذا التاريخ يخمس، ويصبح هو المعتمد في التخميس من كل عام، حيث يخمس ما زاد عن رأس المال المخمس السابق. المشكلة وين؟ مشكلة أن السنوات اللي فاتت أغلب الناس إذا مرت سنوات عديدة ما يتذكر شنو اللي ادخره، شنو اللي مر عليه سنة وما مر عليه سنة، شنو اللي مثلاً ياله عن طريق إرث، شنو اللي ياله عن طريق تجارة، شنو اللي كان كذا وكذا. فبالتالي أكثر الناس عادة في مثل هذه الحالة من الصعب بالنسبة إليهم تحديد ما سبق. إذا الإنسان يستطيع أن يحدد، خلاص يحدد ويخرج الخمس، ما في تسامح هني، والله قط لي 100 دينار، قط لي 200، سولي تخفيضات، ما في، اللي بذمتك تخرجه. لكن الكلام في حالة ما لو لم أستطع أن أعرف ما هو تكليفي، كم علي للسنوات السابقة، هذا يتبين من السؤال التالي: سؤال إنه كيف يتصرف الإنسان؟
إحدى الأخوات لم تبدأ بعد تخميس أموالها، علماً بأن عمرها الآن حوالي 46 سنة، إذا طائفة وايد من سن التكليف. تقول بأنها لم تجمع قط مالاً، وأكثر الناس حتى عندنا في الكويت من يبي يبدأ يخمس، خاصة لما يصير موسم الحج وكذا، الناس تبدأ إذا بيروح الحج يفكر بالخمس وهو 30-40 سنة مو مخمس. تسأله شنو عليك؟ ممكن يقول، أقول عمري أنا ما جمعت، اللي يدخل علي بالشهر أنا أصرفه، بل كل ما تحصل عليه من مال تصرفه في نفس العام، ولكنها لم تكن تهتم أصلاً بالخمس. تريد أن تحدد لها يوماً لإخراج الخمس، ولكنها تحتاج أولاً إلى عقد مصالحة، هذا كله السؤال، مع مقلدها سماحة السيد محمد حسين فضل الله، طبعاً هذا كان على زمن حياته، وذلك عن السنين الفائتة، يعني بتسوي مصالحة. هو هذا الآن العنوان الذي يبرز عندما لا يستطيع المكلف أن يعرف ماذا فاته في السنوات السابقة من تكليف تجاه الخمس، ما يقدر يحدد. فحين ذاك العنوان الذي يبرز هنا عنوان المصالحة. ماذا يعني المصالحة؟ المصالحة أن يجلس المكلف مع المرجع أو مع وكيل المرجع المأذون بهذا الأمر، يجلس معه ويبدأ يسأله، هذا عادة الوكيل، مجموعة أسئلة، تعمل ولا ما تعمل مثلا، أنت عادة إيش كثر تدخر في السنة، كم تصرف بالشهر، كم يبقى منه مثلا، إيش كثر تقدر أن كانت تأتيك هدايا ما تستعملها، كذا مجموعة أسئلة يسأله، ويصل من خلالها إلى رقم تقريبي، ومن خلال هذا الرقم التقريبي يقول له والله أنت أصالحك على أن تدفع هذا المبلغ عن السنوات السابقة، تدفع هذا المبلغ، ومن الآن فصاعدا حدد لك رأس السنة وابدأ سجل كل شيء على أساس أن كل سنة أنت إذا عليك خمس تخمس. فشي جاوب هنا؟ مع عدم تعلق الخمس بذمتها كما سلف، يعني بالسؤال الفرض أن هي كانت تصرف أول بأول، وهذه ما كانت تشتغل، يعني هي من أي نوع؟ من النوع الذي ليس له مردود من خلال العمل، فرأس السنة لكل مدخول سنة، يعني ما عندها رأس سنة اللي هو يوم أول راتب استلمته، أول ربح حصلت عليه. فبالتالي هني مدام أنه ما عندها أي شيء يعني كانت تخشى، وأول بأول هي تصرف، فلا داعي للمصالحة، مدام هي متأكدة بينها وبين الله ما كانت أبداً توفر شيء، اللي يدخل لها كانت تصرفها في حاجاتها. ويمكن أن تتخذ رأس سنة للخمس من الآن. فإذا اللي هم من هذا النوع ما عليهم مصالحة ولا شيء، إذا هم متأكدين أن ما كانوا يعني ما كان يظل عندهم شيء، ما عندهم توفير ولا كذا، خلاص اللي راح راح، يبقى الآن تحط رأس سنة وتشوف، لربما يصير عليها شيء، لربما ما يصير عليها شيء. أما بالنسبة للموظف اللي يشتغل فرأس سنة متى؟ أول راتب يستلمه، فلربما أنه بالراتب الأخير بقي شيء في السنة الفلانية، بقي شيء في السنة الفلانية، فحين ذاك المفروض أنه يعني تصير مصالحة في هذا الإطار، إذا المكلف ما يستطيع أن يعرف كيف يحسب الخمس السابق. سيد السيستاني أيضا يسألون، ما هو الواجب على من لم يخمس من قبل؟ جواب، يقول تعتبر أول يوم أو تعتبر أو يعتبر أول يوم عمل رأس سنته، ويجب الخمس أول يوم عمل هو رأس السنة. متى يوم اللي اشتغل؟ أي تاريخ؟ هذا تكلمنا عنه. الآن يسجل، أنا اليوم الفلاني اللي اشتغلت فيه بداية عملي هذا رأس سنتي كل سنة، خلاص انتهينا. ويجب الخمس فيما يبقى لديه من مال عند حلول رأس سنته، هذا هم كله شرحناه، سواء كان نقداً أو مواداً استهلاكية أو أثاثاً وملابس ونحوها مما حصل عليه أو اشتراه أثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة، كل هذا شرحنا. وبالنسبة لما سبق من السنين، هذا كله الآن حق هالسنة،
زين السنوات اللي فاتت، يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كل سنة. ارجع لكشوفاتك في البنك وكذا وشوف بالنسبة لهذا التاريخ كم كان عندك فلوس هالسنة، السنة اللي قبلها بهذا التاريخ كم كان عندك، السنة اللي قبلها بهذا التاريخ كم كان عندك. راجع الكشوفات وسجل. زين إذا واحد مو بالبنك أو ما قدر يطلع كشوفات البنك، فإن لم يتبين المقدار، هذا الوضع اللي مو واضح، فالواجب تخميس المقدار المتيقن. ما هو المقدار المتيقن؟ يقول السيد وهو الأقل. يعني نسأله كم تقدر، بين كم وكم عليك خمس؟ يقول مثلا والله أقدر مال السنوات اللي فاتت من خلال إنفاقاتي وكذا والمبالغ اللي كنت أوفرها إن علي بين 1000 و1500 دينار. يقول له خلاص 1000 دينار أكيد تطلعها، هذا انتهينا منها. زين 500 اللي شاك فيها بين 1000 و1500 كم؟ 500 دينار، هذه اللي شاك فيها. وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قبل مرجع التقليد، هذا اللي يسوي مصالحة. شلون؟ بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوبا. يعني يسأله هذا الوكيل يقول لش كثر احتمال ان انت مطلوب هالخمسمية؟ اذا قال 50% احتمال و50 لا، يقول له خلاص طلع كم؟ 250، نص. هو يقول نص نص. اذا قال احتمال 30% يطلع 30% من 500 دينار. اذا قال 10% احتمال يطلع 10% من 500 دينار. فإن كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ 50%، عفوا بمبلغ 50%، خمس نصفه، يعني 50%، فيعتمد على نسبة الاحتمال. هذا هم عرفنا رأي السيد السيستان. السيد الخامنئي يسألونه، شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات ولكنه إلى الآن لم يدفع شيئا بعنوان الخمس ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يبرئ ذمته من الخمس؟ الجواب: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلق بها الخمس وأداء خمسها. هذا إذا هو يتذكر، إذا يعرفها يجمعها كلها ويخمس. وفي الموارد المشكوكة اللي هو عادة الناس بهذا الوضع، يجزيه المصالحة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله. يعني المصالحة مع المرجع أو مع وكيل المرجع، يقعد معاه ويسأل الأسئلة اللي قلنا عنها، وحين ذاك يقدر له مبلغ ويقول هذا هو الخمس اللي عليك. فإذا بالإجمال في حالة العلم بما عليك، المراجع شي يقولون؟ طلع اللي عليك. في حالة انك انت متردد، تسوي مصالحة مع وكيل المرجع حتى انك انت ترتب الوضع السابق، ومن الآن فصاعدا تحط لك الرأس السنة كما هي القواعد، وتعمل على المسائل التي تكلمنا عنها. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.